عايزه كمان اقول لكم انه اي عمل مصري لما بيقدم على طول في البعد العربي طبعاً موجود، لانه الدراما المصريه دايما بتاعنا. يعني مثلا في العائدون كان في ممثلين عرب الحقيقه صرفونا من سوريا من لبنان، والحقيقه كان عمل رائع بهذه المشاركات العربيه. كان في الاختيار منذ رايحنا من الاردن صحيح. فاعتقد المشاركات العربيه في اي عمل درامي في النهايه هو عمل عربي. خلينا نروح العراق لانه احمد وحشنا، وطبعا ان شاء الله ينضم الينا في الحلقات المقبله، يبقى موجود معنا في الاستوديو. ولكن اسمحوا لينا نروح الى العراق، الزميل احمد اللي هيكون معاه حوار مع ناقد عراقي ويتكلموا عن الدراما العراقيه. مساء الخير يا احمد. بالتاكيد يا شافكي، كل عام وانت بخير وجميع زملائي، انا مشتاق لكم، انتم متواجدين داخل الاستوديو. اكيد راح ننقل راي الدراما وراي الناقد العراقي حول الدراما المصريه وايضا العراقيه، وخاصه في مسلسل الاختيار. ويانا اليوم في هذا الرأي الناقد والروائي العراقي الأستاذ صالح الجمل. يقول لك مساء الخير، منورنا في برنامجنا العربي بخير. الجميع إن شاء الله، كل الأمة العربية نورنا، كل عام وأنت بخير. الله يبارك فيك، أنت بخير إن شاء الله. شنو رؤيتك للمشهد حول الدراما العراقية بصورة عامة بالبداية؟ يعني هاي السنة حقيقة يعني كانت نقلة نوعية مفرحة، هي أكيد يعني قدمت الدراما العراقية مسلسلات جميلة وهادفة، لم تضحك على المشاهد بل قدمت للمشاهد أفكار، كما ترى الرواية العراقية يعني الروائي والكاتب المسرحي وكل فنان عليه أن يعني يتفاعل مع الجمهور، مع المشكلة الحقيقية، مع الواقع الحقيقي. فكانت الدراما العراقية حدوتة بنات صالح كانت واقعية بالنسبة للشارع العراقي. اي نعم، أثرت أبكت الناس، يعني هي كان المفروض شوية يقلل من البكاء. يعني أسأل اليوم عن أيضا عربيا، شنو اللي تابعته من خلال المسلسلات العربية التي عرضت من خلال الشاشات العربية؟ والله أكثر مسلسل تابعته هو الاختيار. الاختيار نعم. شنو رأيك فيه؟ حقيقة عمل كبير وكبير جدا وخطير جدا. هذه وثيقة فنية لما حدث بالجزء الأول والثاني، وهذا التسلسل الرائع جدا في رصد الأحداث. نعم، ومشاركة الناس، يعني كانت هنالك بعض اللقطات وكأنه الناس كلها تمثل. يعني أسأل، هل يمكننا إنجاز عمل اختيار عربي مشترك بما أنه الهم العربي واحد والقضية العربية واحدة؟ لدينا قضية فلسطين هي قضية العرب الأكبر، وأيضا لدينا المشتركات، مشتركات مياه، مشتركات أرض وحدود، وأيضا تاريخ موجودة بيناتنا. هذا عمل يعني يفترض أن تبذل كل هاي الدول اللي ذكرتها حضرتك، الرائدة مصر والأردن وفلسطين والعراق، لا بأس أن يقدمون شيء، يعني يقدمون للجيل القادم إن شاء الله. يعني لازم نوثق ما مر بالبلد من مآسي ومن إنجاز أيضا، حتى ما نبخس يعني حق الآخرين. نقدم شخصيات قدمت للوطن شيء، كثير من القصص وكثير من الروايات. تخطر ببالك كتابة هذا النص بيكون نص مشترك بين بلداننا الأربعة، ويكون الاختيار بين بلداننا العربية؟ والله أكون يعني سعيد ولي الشرف أن أشارك إذا أكو هيك فرصة، لا بأس أن أتكلم، أن نكتب عنها يعني، أو نكتب ما يخص العراق، والمصري يكتب ما يخص مصر، وكذلك الأردني والفلسطيني، حتى تكون كلها في فوتقة واحدة وإنتاج كبير. أتمنى هذا، نتمنى. إذا نحن من خلال هذا الطرح إن شاء الله، هذا البرنامج العربي سلط الأضواء على رأيك كناقد، وأيضا يكون هذا الطرح لدى المقبولية لدى الشارع العربي أيضا إن شاء الله. هذا توافق يكون بأن أنت تطرح فكرة بأن أنا مستعد بعمل مشترك من ضمن الاختيار. شلون نستشرق القادم بالنسبة للدراما العراقية، بما أنه إحنا قلنا عندنا أعمال، وخاصة كان خلال هذا رمضان بأعمال مهمة من ممثلين، وأيضا كان عندك عتب بسيط على كتاب نص، لكن المشهد الحالي مفرح. أي مفرح جدا حقيقة. يعني أنا تابعت بعض أيضا، يعني أكو وطن وأكو بعض المسلسلات الأخرى. العراق في إمكانيات كثيرة وخطيرة جدا ممكن استغلالها، الأساتذة الأكاديميين، الممثلين الشباب. يعني أتمنى أن يعني الموسم القادم إن شاء الله تكون أفضل إن شاء الله.
إذا الناقد والروائي الأستاذ صادق الجمل، شكرا لك لانضمامك في برنامجنا العربي بيت للكل، نورتنا وإن شاء الله دوام التوفيق. شكرا، تحياتي لكل إخواننا بالعرب في الدول في مصر وفلسطين والأردن، وإلى جمهوري الكريم الجمهور العراقي العزيز. إن شاء الله نشكركم. هذه عودة لكم زملائي داخل الاستوديو في برنامجنا العربي بيت للكل، لكم الصوت والصورة وكل عام وأنتم بخير. شكرا يا أحمد، يعني مستفيدينك معنا في بيت للكل وأكيد مستمتعين بما تقدمه من العراق الحبيبة، ومكملين أيضا حلقتنا لليوم وموضوع حلقتنا لليوم معاكم، وإحنا بنتحدث عن الأعمال الرمضانية، بنحكي عن الاختيار اللي يمكن رح نخص فيه اليوم حلقتنا، ونجوم تألقوا. دائما النجوم والوجوه اللي بتطلع في كل عمل رمضاني بتكون تحت النظر وتحت الضوء، خصوصا بتكون جديدة. صحيح.